سيكون عرض فيلم لسيدة الزهراء باسم سيدة الجنة، سيتم عرضه عن قريب إن شاء الله في دور سينما أمريكا، وهذا إن شاء الله سيكون بمثابة الحق الجلي لحق تلك السيدة الطاهرة التي قصرنا بحقها لسنين طوال. عند ذلك سيتبين الصراط المستقيم للجميع إن شاء الله، ونسأل الله تمام التوفيق. سيكون العرض يوم 10 من شهر ديسمبر القادم إن شاء الله الموفق لعرض هذا الفيلم وانتشاره. للدار دلالي وفطاري مبجار.